عانت المنطقة من الكثير من التصليحات، وبعد مطالبتنا ومتابعتنا مع البلدية ما كان في أي تاريخ معين حق مثل هذه التصليحات، ما كان في أي متابعات أو حتى إشعارات تخبرنا مثلاً متى هذه التصليحات راح تنتهي. فطبعاً مع الإغلاق مع الأوضاع الحالية وايد تأثرنا، وايد تسببت لنا مشاكل، بحيث أن حتى زبايننا كان وايد صعب عليهم أنهم يوصلون لنا، لأن كانت المداخل مغلقة لفترة يمكن من أول السنة، من بداية أو من آخر سنة 2020 تم إغلاق الشارع بشكل تام، فكان صعب على الزباين أنهم يوصلون مباشرة. فبعدين يوم تواصلنا مع البلدية حاولنا نخاطبهم، تم إبلاغنا أن ما نعرف لمتى هذه بتم والمشروع ما ندري عنه. فحتى موضوع أن البلدية ما يعرفون شنو هو المشروع وشنو التصليحات القائمة، هذه اللي كان مربك جدا، ولا كان في تاريخ نهائي حق مثل هذه التصليحات. في المنطقة تأثرت بشكل تام أغلبية المحلات، الله يعوض عليهم، أغلبية المحلات أغلقت بشكل تام، يعني واضح من أول الشارع إلى آخر كثير من المحلات، يمكن 4-6 محلات تقريبا أغلقت بشكل تام. في المستثمرين في هذه المنطقة من العمارات لا يستطيعون تأجير هذه المساحات لأن المنطقة غير مؤهلة، المنطقة تضررت بشكل تام، وصعب على المستثمر أن حتى يستثمر في هالمكان. يعني كثير من العمارات أصلا معروضة للبيع في مثل هذه الشارع، اللي المستثمر اللي يبغي يشتري يعني بالنسبة له المنطقة غير مؤهلة للاستثمار. فبعد مثل هذه الفئة تضررة، والمستثمر والمؤجر نفسه.